صباح الخير، السلام عليكم. انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، ببتدي معاكم اليوم ده، بس عايز منكم رجاء. اول حاجه نعملها، التيم بتاع تيد اكس عمل مجهود خرافي عشان نبقى موجودين كلنا النهارده، فعايزكم كلكم تشتركوا معايا في تحيه جامده جدا لفريق تيد اكس. طيب دي كانت محاولة رشوة عشان يدوني وقت زيادة، مش عارف هتنفع ولا لا. مش هتنفع. طيب أنا عايز أكلم معاكم النهاردة في سؤال بقاله عندي 15 سنة وبحاول أفهم الإجابة بتاعته، ومؤخرا اكتشفت الإجابة وهشاركه في الإجابة. هبتدي بالسؤال وربنا يستر ما يعمليش مشاكل مع زوجتي، هي موجودة معاكم، يعني I love you so much، الموضوع ملوش علاقة بيكي. لكن أنا السؤال اللي عندي كان، أنا اللي بعشق حاجة اسمها نانو تكنولوجي، ومكنتش قادر أفهم السؤال ده بقالي فترة طويلة جدا. طبعا الموضوع مثير وفي تجارب ونجاح وبيبرز بتتنشر وقابل ناس كتير، لكن الموضوع عندي كان مختلف، كان في نوع من العشق شوية للموضوع. اكتشفت الإجابة بعد الثورة لما كنت قاعد مع الطلبه بتوعي، ولقيت ان الموضوع معاهم طلبه قلقانه ومش عارفه تركز، وفي مشاكل كتيره بينهم، خناقات سياسيه وفي الدين وفي المعطيات والحاجات الطبيعيه اللي كل واحد فيهم بيشوفها انها طبيعيه، النهارده ما بقتش بالنسبه له طبيعيه، ومش قادر يتكلم مع الشخص اللي قدامه. فقعدت اكلم معاهم، يا جماعه معلش الظروف، انتوا طبعا في بعضكم عارف ان احنا عندنا مشاكل في جامعه النيل ومعاملنا اتخذت، والطلبة قلقانة، فعايز أفهمهم إن اللي قدامنا، اللي واضح قدامنا، مش هو كل الحقيقة، لكن في أبعاد أخرى، وإن اللي أنا باخده كمسلم بالنسبة لي ده بيعتمد على فكرتي وتربيتي والباك جراوند بتاعي، وكل واحد بيبص للمسلمات دي بطريقة مختلفة. فعايز أقول لهم الكلام ده، بس لما جيت أقوله اكتشفت إن الموضوع ده بيتقال كتير قوي، وتقال لنا وإحنا صغيرين، وتقال لنا وإحنا كبار، الرأي والرأي الآخر. أنا عايز أثبتها لهم بطريقة علمية واضحة منظمة لا تقبل الجدال كثيرا. فمن هنا اكتشفت اللي النانو تكنولوجي بتقدر تقدمه، وقدمته لي إن أنا قدرت تخليني أغير الفكر بتاعي وأقدر أتقبل الفكر الآخر، لأن اكتشفت إن مفيش حاجة اسمها أساسيات ثابتة، كل حاجة بتتغير. وأنا هوريكم إزاي. نبتدي الأول بالنانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي يعني فعلا بتكسر الدنيا اليومين دول، بتغير الصناعات كلها، وبتغير طريقتنا في التعامل مع التكنولوجي، وبتغير في حياتنا في حاجات كتير. طب ايه موضوع النانو ده؟ انا اول حاجه هبتدي بيها كلمه نانو. نانو دي وحده قياس، احنا عندنا المتر والميجي سنتيمتر مايكرومتر، وبعدين النانومتر 10 اس 9، وحده قياس عاديه زيها اي وحده. السؤال ليه الموضوع ده مهم وقد ايه الكلام ده صغير؟ انا لو معايا مكعب زي مكعب ده اقل من 2 سنتي، لو اخذت المكعب ده وقسمته بالظبط لثمان مكعبات متساويه، وخدت كل مكعب منهم وقسمته تاني لثمان مكعبات متساويه، وفضلت اعمل الموضوع ده 24 مره لحد ما بقى كل مكعب صغير عندي الابعاد بتاعته 1 نانومتر في 1 نانومتر، وخدت المكعبات دي كلها حطيتها مع بعض زي سجاده، وانا عندي في النانو تكنولوجي حاجه بتخليني اعمل كده ما يسمى بالترتيب التلقائي، اقدر المكعب ده نفس كميه المواد اللي هنا دي اغطي بيها ميدان التحرير كله. Absolutely insignificant, incredibly significant. المواد اللي هنا اللي في ده احطها جنب بعض اقدر اغطي بيها ميدان التحرير. طيب عمال تقول لنا الدنيا هتتكسر وتكنولوجي، وجبت مكعب وبتقطعه، هي دي اخره الموضوع؟ يعني هي دي النانو تكنولوجي؟ كلنا نقدر نعمل الكلام ده. في بعد اخر للموضوع، ان انا بقدر اغير المواد لما خصائص الماده لما بنزل للحجم الصغير ده قوي. احنا كلنا بنتعرفين ان الذهب ماده غاليه. الذهب ماده غاليه ليه؟ مش بس لانها ماده نادره، ولكنها لانها ماده نبيله، ما بتتفاعلش بسهوله، ما بتتاكسدش، ما بتصديش. وكلنا عارفين لون الذهب. لون الذهب ايه يا جماعه؟ اصفر. في الوان تانية للذهب؟ الذهب الابيض ده صحيح، لكنه ده مخلوط بحاجه تانية. لون الذهب لوحده مش ما ينفعش يبقى ابيض، يعني دي خلطه الذهب الابيض. انتوا فاكرين البوكس اللي انا وريته لكم، الصندوق ده
وقعدنا نقطعه ونصغره. لو انا عندي البوكس ده معمول من الذهب وقعدت اقطعه وصغرته لحد ما بقى عندي اصغر بوكس موجود في البودره دي كلها عباره عن 2 نانومتر، هلاقي ان انا عندي ذهب ازرق. الفايل اللي في الاخر هناك خالص دي، الانبوبه دي، ده فيها ذهب. لو وقفت التقطيع بدري شويه بقت عندي الصندوق الصغير ده 4 نانومتر، طلع اللون البنفسجي. لو وقفته عند 6 بقى اصغر حاجه 6، هيبقى اللون الاحمر لحد الاخضر. انا ممكن اطلع كل الوان الطيف، وده ذهب نقي مفيش فيه اي صبغه مفيش فيه اي حاجه. اللي بيحصل ان انا الخصائص بتاعت الماده بتاعتي بتتغير. البديهي دايما قدامي ان الذهب لونه اصفر، لو حد قال لك في ذهب ازرق مش هتصدقه، لكن الطبيعه بتقول ان في ذهب ازرق، في ذهب اخضر وذهب بنفسجي وذهب احمر وكل الالوان اللي موجوده، وده نتيجه تغير الحجم بغير الخصائص. احنا النهارده فاهمين كويس قوي ده بيحصل ليه، انا مش هشرح ده بيحصل ليه، لكن معروف وموجود ومثبت ونقدر نفسرها بمنتهى البساطه. الاظرف من كده ان الموضوع ده بقى له سنين، ان لو حد فيكم راح الكنائس في اوروبا وشاف الذهب، شاف الازاز المتلون، الازاز المتلون ده الالوان الصاحيه قوي دي اللي بقى لها اكتر من 400 و500 سنه وهتفضل صاحيه كده نتيجه ان الذهب ذرات ذهب صغيره مخلوطه بالازاز. هم ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، بس كانت خلطه وشغاله. فانا كده النانو تكنولوجي عندي حاجتين، حاجات صغيره جدا، ماده صغيره جدا بتديني تاثير كبير جدا على مساحه واسعه، وعندي خصائص بتتغير بتخليني الذهب يبقى ليه الوان مختلفه، بدل ما هو ماده خامله بقى ماده شديده التفاعل، وكذلك مواد اخرى بقدر اغيرها من ان هي غير موصله لموصله، بزود القدره بتاعتها على تحمل الاوزان وهكذا. وده بيخلي تاثير النانو تكنولوجي عباره عن ثوره، ليس تقدم، هي ثوره تكنولوجيه داخله في كل حاجه النهارده احنا بنستخدمها، داخله في الطاقه، داخله في تنقيه الميه، داخله في الكريمات، داخله في المكياج، داخله في الشامبو، لحد ابحاث الفضاء والسلاح، مرورا بقى بالميه والزراعه ومواد البناء. طيب هل النانو تكنولوجي بتضيف لي حاجه ثانيه؟ وهو ده بقى اساس الموضوع. النانو تكنولوجي بتقول لي ان انا ما ينفعش اشتغل كواحد كيميائي لوحدي، ولا كواحد بتاع بيولوجي لوحدي، ولا واحد بتاع فيزياء لوحدي، لازم كلنا نتكلم مع بعض، لازم كلنا نقرب من افكار بعض. الفكره دي انا هديها لكم بين اكزامبل انا بستخدمه من الصناعه، والاكزامبل ده انا اخترت صناعه في رايي صناعه ممله جدا، مع احترامي الشديد لاي حد من الحاضرين اللي بيشتغل فيها، ومع احترامي الشديد لاهميتها، وهي صناعه البترول. صناعه البترول وبالذات الاوفشور دريلنج، ان انا بروح ادور على بترول في البحر، العمليه دي صعبه جدا ومكلفه جدا، وعندي ظروف وانا بحفر تحت، ظروف قاسيه، درجه حراره واطيه جدا، ضغط عالي جدا، واكبر مشكله عندي القاع البحر او قاع المحيط شديد الصلابه، ما بعرفش احفر فيه كويس، العمليه مش سهله. ولما بحفر فيه اللي بيحصل ان الحفار بتاعي اللي هو في الصوره بتاعته هنا في الجنب بيبتدي يتاكل بسرعه. عمليه التغيير بتاعه الحفار دي بتكلفني عشرات الملايين من الدولارات كل سنه، تمام؟ مهندسين البترول بيقعدوا يفكروا هيعملوا ايه، ازاي يزودوا صلابه الحفار ده، وازاي يخلوه يتحمل قدرات احسن واكتر، وده امر طبيعي، والنانو تكنولوجي بتقدر تعالج الموضوع ده وتساعدهم فيه. لكن هل ده كل انا اقدر اعمله؟ لو جيت تكلم مهندس البترول هيقول لك ما هو البديهي والامر الطبيعي ان انا اغير الحفار، ده اللي في ايدي، ده اللي انا عارفه وفاهمه ودرسته طول عمري، اصل في ايه تاني اتغير؟ اشيل الضغط، اشيل المايه اللي فوق دي كلها، مش هعرف اغير القاع المحيط. ولو حد قال له هيقول لك انت مجنون، وانا تعودت على فكره ان لما حد يقول لك انت مجنون وتقول فكره اعرف ان انت على الطريق الصحيح. النقطه الاساسيه ان ايوه اقدر اغير قاع المحيط. طب اغيره ازاي؟ لو رحنا سالنا بتوع البيولوجي او المارين بيولوجي هيقول لك ان في نباتات بتنمو، ولو سبتها فتره طويله جدا على قاع المحيط ايفنشلي بتقدر تخش جوه الصخر لحاجات معينه، فهي ان انا افتت الصخر ببيولوجي حاجه طريه جدا ممكن. لو رحت سالت بتاع الكيمياء هيقول لك الصخر ده عباره عن مواد كيميائيه ليها خصائص ان هي صلبه، عشان اغير الخصائص دي كل اللي انا محتاج اعمله ان انا يبقى عندي كميه مواد كبيره في حته صغيره، وكميه مواد بخصائص مختلفه تقدر تخليني اغير. افتكر المكعب اللي انا كنت موريه لك في الاول كميه الماده اللي فيه قد ايه، وافتكر الذهب الخصائص المختلفه. بالطريقه دي اقدر بمنتهى البساطه في الحته اللي انا بحفر فيها اغير خصائص الماده، اغير خصائص قاع البحر، اخليه طري شويه، او ما اقدر احفر فيه بسرعه اعلى. فكره ثانيه خالص، من منظور ثاني خالص، ما حدش كان يقدر يوصل للفكره دي غير لو كان قاعد مع حد بتاع بيولوجي، وقعد مع حد بتاع كيمياء، وقعدوا مع مهندسين البترول. مهندس البترول مش ممكن كان يروح يكلم بتاع البيولوجي او المارين بيولوجي، بتاع المارين بيولوجي ده بالنسبه له عامل له مشاكل طول الوقت، بيقول له بطل حفر انت بتبوظ البيئه، فمش هيروح يكلمه ولا يسمع.
بتاع المارين بيولوجي نفس الكلام، شايف ان اللي بيحفر في البترول ده بيبوظ له الدنيا، وهو مش سعيد بالوضع فمش ممكن يكلمه. بتاع الكيمياء عايش في دنيا تانية لوحده، على فكره انا كيميائي يعني. ف مفيش طريقه ان هم يجوا ويطلعوا بحل بسيط زي ده غير لو قعدوا مع بعض واتكلموا، كل واحد ساب البديهيات، ساب الامور اللي هو متعود عليها، ساب الحيطه اللي بنيها حوالين نفسه وفكر outside of the box. بالرغم ان ده فيري كلاشي لكنه حقيقه، لازم يتمرن انه يفكر بالطريقه دي. طيب الحاجه اللي انا المثال الثالث اللي انا عايز اقوله لكم هو ان احنا انا لما بتصل بحد بالتليفون، السلام عليكم محمد عبد المطلب من جامعه النيل، انا كيميائي وبنعمل كذا وبنتناقش، لما بيقابلني بعد كده دايما بلاقي نظره غريبه على وشه او على وشها. كان في زمان الموضوع ده بيضايقني، دلوقتي ما بقاش بيضايقني لان فهمت هو في دماغه لما هيشوفني هلاقي واحد شعره واقف، نظاره تخينه، ريحته كيمياء. تمام العمليه يعني دي ده البديهي، ده اللي احنا طول عمرنا اتعلمنا عليه. احنا حتى كنا بنقول هي كيمياء لما حد يوصف لك حاجه صعبه، يعني الكيمياء دي معقده تماما وشيء ممل جدا. انا عايز اوريكم الداتا اللي احنا بنحصل عليها تمام في الشغل بتاع النانو تكنولوجي، وتشوفوا جمال الداتا وهي خارجه. انا مش هتكلم دي داتا متلمعه من مجموعات كتير على مستوى العالم، بس الالوان وروعه الحاجه اللي طالعه. اللي انا عايز اقوله لك انك لو بعدت عن البديهي ان الكيمياء حاجه صعبه وبصيت انا كانسان عباره عن ايه، انا جسم وروح وفكر. هنبعد عن الروح مش موضوعنا، الجسم عباره عن بيولوجي ودي ان ايه وانزيمات. الفكر اللي انت قاعد بتفكر دلوقتي وانت بتفكر اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، دي عباره عن عمليه كيميائيه. فاللي انت بتقول عليه كيمياء صعبه دي هي اللي بتخلينا نفكر، بتخلينا نعيش. البديهي ان انا ابعد عنها، البديهي ان لما يجي حد يكلمني في كيمياء ما اسمعلوش، البديهي ان لما يجي حد يكلمني في مجال مش في تخصصي ما اسمعلوش. لكن الحقيقه بتقول ان انا مش هقدر اتقدم لقدام غير لما افكر بره البوكس، بره الحيطه اللي انا حاططها حوالين نفسي، واسمع للاخر جاي منين، وافهم كويس جدا ان البديهيات بالنسبه لي مش شرط بديهيات بالنسبه لي. طب هل الفكر ده فكر جديد علينا؟ لا، احنا لو بصينا في التاريخ هنلاقي ان الدوله العربيه او الاسلاميه في عز نهضتها عندنا واحد زي ابن سينا. ابن سينا كان بيكتب في الطب وبيكتب في الكيمياء وبيكتب في الفيزياء وبيكتب في علم الفلك وبيكتب في الفلسفه وبيكتب في الدين. الراجل ده ما كانش عالم، الراجل ده كان مفكر، ونتيجه قدرته على التفكير بره الحدود والحيطان اللي ممكن اي حد فينا يبنيها حوالين نفسه قدر يغني البشريه بحاجات كتيره جدا. الموضوع ده اتنقل طبعا بعد كده راح لاوروبا وحصل الرينيسانس، وعندنا طبعا امثله زي مايكل انجلو ودافنشي. وبعد كده انتقل الكلام ده الى الثوره الصناعيه. لما جت الثوره الصناعيه كميه المعلومات اللي احنا بناخدها خلتنا دايما نقول انا محتاج واحد متخصص. لما بتحتاج تتكلم في اي حاجه دايما بتجيب السبيشالست، والمتخصص ده الخبير ده محدش يكلمه غير خبير زيه. طب ايه علاقه ده بحياتنا؟ انا بفتكر دايما انا ليا ناس كتيره اصدقائي في مجالات مختلفه، لما بتكلم مع حد منهم في الشرطه مثلا اول ما يتزنق يقول لي انت مش بتاع امن، انت مالك انت ومال الامن، روح خليك في الجامعه اللي انت فيها. تروح تكلم حد في اقتصاد يقول لك انت مالك ومال الاقتصاد، انت مش خبير، انت فاهم، انت درست الكلام ده. طب يا سيدي اسمعني، طب مش جايز يكون عندي فكره مختلفه؟ طب ما تسمع الاول. هو مجرد انه اتزنق راح دخل في البوكس بتاعه الحيطه اللي حواليه وقفل على نفسه ورفض انه يسمع. دي الثوره الصناعيه ادت لنا حاجات كتير وتقدمت حياتنا بطريقه ضخمه جدا، لكنها في نفس الوقت حدت من تفكيرنا شويه. جت النانو تكنولوجي تقول لا، احنا النهارده ما ينفعش نتقدم ونعمل الثوره اللي احنا فيها دي من غير ما نربط فيزياء وكيمياء وفلسفه، ونربط طريقتنا في التفكير. الطالب اللي بيدرس في برنامج متخصص في النانو تكنولوجي اول حاجه بيتعلمها ازاي يفكر. تمام، وانا لازم انا اتفق بجد مع جدا مع تايم ماجازين لما قالت جينيريشن تشينجينج ذا وورلد. دي ترو، دي ستيتمنت صحيحه جدا. ده جيل، الجيل اللي موجود النهارده ده جيل بيغير العالم، ومعاه التكنولوجيا بتغير العالم. طب بالنسبه للوضع اللي احنا فيه النهارده، ايه الرساله اللي اقدر اطلعها لكم من القصه دي؟ نيوتن لما كان قاعد، الحاج نيوتن زي ما عنوان المقاله كان بيقول، الحاج نيوتن ما شافهاش جايه، هو ما شافش التفاحه بتقع على دماغه، وقعت ووجعته، بس استخدم الوجعه دي في انه فكر في قانون غير الدنيا بعدين. الدول العربيه والعالم كله ما شافش الثوره بتاعتنا جايه، لان هم كانوا بيبصوا لنا زي بما فيها احنا، زي ما كنا بنبص على البوكس ده، حاجه انسيجنيفيكنت، حاجه ضعيفه جدا. ما حدش قعد يبص على الصناديق الصغيره اللي جوه وقد ايه الصناديق دي مختلفه وعندها قدره على الابداع، ولو اتلمت مع بعض تعمل تغيير قد ايه. وده اللي حصل.
التعبير بالانجليزي it literally hit them in the face. وده اللي حصل. ما حدش كان البديهي ان الحكومات دي والدنيا دي مش ممكن تتغير من يوم وليله. وجات لانه ما خدش باله من التفاصيل وما خدش باله ان المعطيات ممكن تكون مختلفه عند كل واحد مننا، فبالتالي ما شافهاش جاي. اللي انا بقوله لكم، احنا النهارده بنمر بظروف مختلفه تماما، وعندنا مشاحنات كتيره جدا بيننا. تلاقي في العيله الواحده الاب والام والاولاد في مداخلات جامده جدا، وبتصعب على حال درجه الخناق. بنتخانق ليه؟ ما انا لازم افهم ان الراجل ده بيتكلم من منظور، والبديهي بالنسبه له مش البديهي بالنسبه لي، والاسس اللي هو بيتعامل عليها مش لازم تكون دي صح. النانو تكنولوجيا قالت لك الذهب اللي لونه اصفر طول عمرنا بنقول عليه اصفر، ما طلعش اصفر في النهايه، طلع اخضر واحمر وازرق وبرتقاني. فاللي انت شايفه مش لازم هو يكون الحقيقه كامله، ممكن يكون في اجزاء اخرى من الحقيقه انا مش شايفها، حد تاني شايفها. فاللي انا بطلبه منكم ان انتوا توسعوا مداركم شويه، تسمعوا، تركزوا، تدوا اللي قدامكم فرصه. مش اللي هو بيقوله صح يبقى اللي انا بقوله غلط. احنا الاثنين ممكن نكون صح. انا لو جيت في يوم من الايام قابلتك في الشارع وقلت لك في ذهب ازرق مش ممكن كنت تصدقني. لو قلت لك انا ممكن اغطي دي بدي ميدان التحرير مش ممكن كنت تصدقني، لكنها حقيقه. انا فاهم انت مش هتصدقني ليه، بس انت لازم تفهم انا بقول الكلام ده منين. النهارده عندنا فرصه جميله جدا ان احنا نسمع ونشوف الافكار الكتيره اللي هتطلع ونتعلم منها. فانا بدعوكم مره ثانيه ان انتوا ما تفكروش ان اللي حواليكوا ده شيء غريب، وان احنا لازم نتقدم مع بعض ونفكر وناخد افكار بعض وما نمسكش في البديهيات. شكرا جزيلا.